حلب، تلك المدينة التي اشتهرت بالخانات على مر الأيام وبسوقها وقلعتها الأقدم في العالم، والتي كانت رابية طبيعية واستعملت كمعابد عبر العصور. ليس ذلك وحسب، فقد اكتسبت حلب شهرتها أيضاً من أبوابها وأسوارها التي كانت تحيط بالمدينة على شكل مربع، ولا ننسى مدارسها وحماماتها وخاناتها التي كانت بمنزلة فنادق وأسواق للمسافرين، لكونها كانت مركزاً تجارياً للقوافل القادمة من العراق. اليوم كاميرات تلفزيون سوريا تدخل خانات المدينة موثقة ما حل بهذه الصروح التاريخية بعد سيطرة النظام على المدينة منذ نحو 7 سنوات، وبقاء هذه الأماكن التي تروي تاريخ البلاد على حالها بلا ترميم أو إعادة إعمار. من أبرز تلك الخانات خان يطلق عليه اسم الوزير، الذي يمتاز بجدرانه الخارجية والداخلية المزخرفة وأبوابه الجميلة، وتعد واجهة الخان الداخلية إحدى الواجهات المعمارية الرائعة جداً والنادرة، حيث تحتوي على نقوش حجرية جذابة باللونين الأسود والأبيض، كما توجد فيها نافذتان أطرافهما مزينة بشكل عمود مؤلف من خطوط متشابكة. يعلو هذه الأعمدة تيجان فيها نقوش عربية رائعة، كما تحتوي الواجهة على مقرنصات. تاجر من خان الوزير فضل عدم الكشف عن هويته، قال لتلفزيون سوريا إن حكومة النظام لم تضع خطة بعد لترميم الخانات وإعادة إعمار المدمر منها، بل إنها تطلب من التجار الراغبين في العودة إلى محالهم إصلاحها بأنفسهم وعلى نفقتهم الشخصية، مشيرا إلى أن التجار أعرضوا عن إعادة فتح محالهم لأن الدمار ما زال موجودا والحركة تنعدم في محالهم المتوزعة في الخانات القديمة بمحيط قلعة حلب، والتي كانت تجذب الحركة التجارية والسياحية إلى البلاد قبل الثورة السورية.